انتي بتعملي ايه يا مور؟ انتي بتعجني؟ انتي مش فاهمه اي حاجه. الرقصه دي بتدور في دماغ انيس زكي، راجل مسطول في قعده حشيش، يعني بقيه الناس على العوامه مش شايفين الرقصه دي. لازم تفهمي الكلام ده كويس وتعبري عنه كويس. فصلتيني. بصي الكاميليا اتعلمي منها. كاميليا ايه دي اللي اتعلم منها؟ كاميليا قاعده على الكنبه. وبعدين انت بنفسك قلت لي لو هتعمل مسرحيه استعراضيه هكون انا بطلتها، صح؟ غيرت رأيي، هي أحسن بكتير. فركش يا جماعة، عايز يروح.